بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع